كانت ليلة العمر، دخول مبهج للعروسين حنين وريفان، رقصة أخيرة ثم اندلعت النار. تحولت قاعة الهيثم الملكية في مدينة الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية إلى جحيم. الكثير من المدعوين صاروا جثثا متفحمة، والعشرات أصيبوا بجروح متفاوتة. طواقم الدفاع المدني هرعت لإخماد الحريق، فيما غصت المستشفيات بالمصابين. كانك وش اسمه السلو يشغل هاي السعودات، مش شغلها طاق بالسقف، والسقف اشتعل قبل. التحقيقات الأولية للسلطات العراقية أظهرت أن ألعاب نارية أطلقت خلال حفل الزفاف تسببت بهذه الكارثة، من ضحايا عرس تحول إلى جحيم. الكارثة التي وقعت في العراق خلال الساعات الماضية، مقتل أكثر من 150 مواطن عراقي وإصابة نحو 300 آخرين أو أكثر خلال اشتعال لقاعة حفل زفاف، وهذا جزء من الفساد المستشر في العراق منذ الاحتلال الأمريكي والإيراني له. تعالوا نبدأ ونرى الاستهانة بأرواح الناس والتفريط في حياتهم بكل سهولة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فاللي عايش في الزمان الجميل بتاعنا ده، والله انت عايش في زمن صعب، هتنجو من هتتعتق من ده ازاي؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم ايه؟ خاصة. العقوبات بتاعت الذنوب لما هتنزل مش هتبقى عقوبات خاصة، مش هتنزل على المتبرجات بس ويبقى سرطان الثدي بيجي للمتبرجات بس، هينزل على المتبرجات وعلى المحجبات اللي مرضوش يقولوا لهم حرام. هتبقى عقوبات عامة زي ما النبي عصام قال: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر. الرسول ما بيكلمش علماء الأزهر بس، ولا بيكلم، الرسول بيكلم أمة محمد من أولها لآخرها: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر. هتشتغلوا في الدعوة إلى الله ولا لا؟ أو لا يوشكن الله أن يعمكم، أن إيه؟ يعمكم. يعني إيه يعمكم؟ ما عادتش عقوبات الذنوب تبقى مخصوصة بالفجرة والزناة، كله هيتعاقب. أن يعمكم بعذاب من عند، ما عادش هيبقى العقوبات خاصة. ثم تدعون فلا يستجاب لكم. يعني العاصي بيقول لك: وانا ربنا يستجيب لي ليه؟ ما انا عاصي. كلامه غلط طبعا، ربنا بيستجيب للعاصي والطائع. انما بقى جديد هنا ان الطائع نفسه مش هيلاقي فيه اجابه. ليه؟ لانك انت ما بتدعوش الى الله. في روايه بقى: ولا يضربن الله على قلوب بعضكم ببعض. دي العقوبه الثالثه الكارثيه. يضربن، عارف لما اجيب عمله معدنيه واضرب بيها على العجينه هتتنسخ على العجينه، ربنا هيجيب قلب الفاسد وهيضرب بيه على قلب الصالح. هيطبع الفساد والشبهات والشكوك والسنون السيئة اللي في قلب الفاسد على قلب الصالح. يعني من الآخر هيبقى ده ماشي لابس سلسلة وفتح صدره والموبايل بتاعه عليه نمرة 300 بنت، علاقات حرام وغير حرام ومواقع إباحية على الموبايل بتاعه، وده ماشي ملتحش ومقلد النبي في شكله، وقلب ده زي قلب ده. الاثنين قلبهم مليان شهوات، الاثنين قلبهم مليان ظنون سيئة. هتبقى دي ماشية لابسة استريتش وبنطلون ومكاب وشعرها والكاب العالي، والتانية ماشية لابسة حجاب الله وقلبي دي زي قلبي دي. الاثنين مليانين طمع دنيا، والاثنين هيموتوا على شهوات الدنيا. ليه؟ لأن دي عقوبات الله للطائعين الذين لم يعملوا في الدعوة إلى الله. إجابة الدعاء ممنوعة والعياذ بالله. أخوانا ده دين، أخوانا ده دين، عمل ربنا صح. وشوف ربنا يعمل لك ايه. احبك ربي، احبك ربي، احبك ربي، احبك ربي. I love you Allah. هنا كما نشاهد العريس والعروس، وطبعا فيه البعض بيقوم باشعال النار، يعني بيشاهد اشعال لهب، والسقف القاع عباره عن قماش ومواد بلاستيكيه، فكلها اشتعلت في وقت واحد،
وسقطت على المدعوين، والقاعة كلها اشتعلت وتفحم من فيها إلا من تمكن من الهرب. كان في أكثر من 1000 شخص في هذا المكان. وهذا الفيديو وثق لحظات قبل الكارثة. كما نشاهد هنجد أن القاعة من الأعلى هي عاملها بقماش، عاملها بمواد بلاستيكية، كلها مواد سريعة الاشتعال، طبعا في ظل الفساد المستشر في العراق. واشتعلت القاعة بالنيران في غضون 3 ثواني فقط وفقا لما قاله شهود العيان. يعني العرس والعروسة تمكنوا من النجاة، لكن الكثيرين سقطوا ضحايا. هنا مشهد من الخارج لاشتعال النيران في القاعة. عدد المدعوين في هذا الحفل حوالي 1000 شخص، وقيل 1200 شخص، وهذا يوضح لنا حجم الكارثة التي جرت. هنا في التلفزيون الفرنسي، العراق أكثر من 100 قتيل و150 جريحا في حريق شبة بحفل زفاف شمال البلاد. دي كانت الحصيلة الأولية عند دخول التصوير. كالعادة وصل إلى 150 قتيل في هذا الحفل، ونحو 200 أو أكثر من 200 مصاب، والحصيلة النهائية لم تتضح بعد حتى الآن. هنا مشهد آخر للحريق من الخارج. يا ربي ستره، يا ربي ستره، بس ستره. نختم بالقرآن الكريم. انظروا حضراتكم حتأثرنا بهذا الفرن الذي شوى اللحم البشري، وهذا مجرد دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة. فبالكم نهايتنا في من منا يسيء العمل، من منا يظلم، من منا يغفر، من منا يقتل، من منا لا يرعى زوجته ولا يرعى ابنته. فلنتعظ من مصيرنا في جهنم في الآخر. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يقينا حر نار جهنم يا رب، وأن يسكننا فسيح جناته، اللهم آمين. فنحن عندما نرى هذه المصائب نقول هذا انذار من الله سبحانه وتعالى لنا أن نتعظ ونقول هذه نار الدنيا، فما بالكم بنار الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة I love you Allah.